السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم أحمد صالح، وبلقاء جديد واستكمال مهاراتنا السابقة في إنشاء المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. وبلقاء اليوم رح نصمم تصميم إنفوغراف لست أو ثمان خيارات بشكل جدا احترافي. تكرما ولطفا من حضراتكم نتمنى دعم الأستاذ عبد الله عبد الرؤوف في انطلاقته الجديدة في إنشاء قناة يوتيوب لتعليم مهارات اللغة العربية لكافة المستويات ومن التأسيس تماما. ويلا يا أحباب لحتى نبدأ بلقائنا المتميز لهذا اليوم. أهلا بكم أحبابي مرة تانية. مثل ما أنا شايفين نحن الآن في برنامج باوربوينت، ورح نبدأ بتصميم لوحة إنفوغراف احترافية لست أو ثمان خيارات. بداية رح نتوجه إلى قائمة العرض ونفعل خطوط الإرشاد حتى تساعدني في مواضع الأشكال. رح ننقر باليمين ونتوجه إلى تنسيق الخلفية لحتى نبدأ بتعيين طابع لوني بتدرج لوني جميل للخلفية. رح نختار تعبية متدرجة، نحذف تدرجين لونيين، بترك اثنين. الأول بخلي معاي باللون الأبيض، والثاني رح نبدأ باختيار أحد الألوان من اختيار ألوان إضافية. رح نبدأ بتحديد أحد الألوان، وليكن عندي على سبيل المثال هذا اللون، ممكن نعطيه بعض الكثافة أو بعض يعني الفتحة اللونية، تمام، تقليل الكثافة اللونية، ونختار موافق. من النوع رح نختار عندي شعاعي، ونختار النوع عندي من المنتصف لحتى يكون عندي اللون الأبيض منتصف، وتدرج اللوني إلى اللون الثاني يكون إلى الحواف، يعطيني شيء من طابع الظل. رح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار الدائرة، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لأرسم أي دائرة بمساحة معينة. بختار لألها يكون عندي بدون إطار، وإذا حبيت تعملها بعض الشفاف اللونية لتساعدك بتراكب الرسوميات فما في مشكلة بالموضوع. بتوجه مرة تانية إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار شكل المثلث، هذا هو، وبنقر مع السحب لحتى أرسم مثلث وليكن معاي بهذا القدر. أيضا بختار لألو يكون عندي بدون إطار، وبختار لون مغاير حتى نقدر نميز الرسمتين عن بعضنا البعض وبعض الشفافية، لأنه رح نطابق الرسميات الآن فوق بعضها البعض. من استدارة الموجودة في قائمة تنسيق الشكل نختار انعكاس عمودي وليكن معنا هذا الشكل. طبعا بضغط كنترول وبحرك بالسكرول لحتى أنا أوسع الرسمي وأشوفه مثلا معي بهذا الشكل. على العموم راح أختار موضع معين وليكن، بنقر باليمين وبتوجه إلى تحرير النقاط، تحرير النقاط، بجي على هذه النقطة وبنقر مع السحب لحتى أركبها على حواف الدائرة تماما، بحيث أنه أنا لما بدي أدمج الرسوميات يبدأ معي وكأنما هذا عبارة عن انحناء، ومن ثم بدأ معي هذا الضلع مباشرة. تمام، بختار كنترول زائد دي، وأيضا من استدارة نختار انعكاس أفقي، نضع الأشكال مقابل بعض تماما لحتى نحصل على هذا التركيب. بحدد المثلثين مع الدائرة، ومن قائمة تنسيق الشكل ومن دمج الأشكال رح نختار اتحاد، وبرجع الشفافية مثل ما كانت تماما لحتى نحصل على هذا الرسم أو هذا النموذج. رح نقوم بالضغط على المفتاحي كنترول زائد دي، ببدأ بتحديد خيار تعبئة متدرجة، ويكون عندي من نفس الألوان الخلفية، ما في مشكلة بالموضوع، لكن إذا حبينا نعكس الألوان الأمر بيكون جميل جدا. وبدل ما يكون شعاعي بنختار خطي، وبتختار أحد الاتجاهات أيضا ما عندك مشكلة فيها، هذا الموضوع طابع ذوقي. بختار للخط خط متدرج، وأيضا بختار يكون عندي بنفس العائلة اللونية يلي أنا اخترت لمين للخلفية. بجي بختار هذا اللون من نفس لون الخلفية أو تدرج الخلفية، وأيضا هذا اللون بختاره باللون الأبيض. كمان بجي إلى العرض ومنزيد من تخانة العرض لحتى يضح معاي قدر الإمكان. ممتاز، بعد ما حصلنا على هذه الرسمة الجميلة بضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب للداخل لحتى أصغر منها وبضعها بهذا الشكل تماما يا أحباب. الآن بتوجه إلى الظل، طبعا هو للشكل الداخلي الصغير، وبختار أحد أنماط الظل وليكن عندي هذا النمط. إذا حبيت تغير بالشفافية ونغير بالضبابية، وأيضا عندك الحجم والمسافة،
أنت بتختار الطريقة اللي بتناسبك لرسم الظل. قبل ما نقوم بتكرار الأشكال رح أتوجه، وأنا كنت محدد بعض التدرجات اللونية فيني أستخدمهم الآن، ورح يكون الأكل مرفوعين مع الملف لحتى تستفادوا منهم أيضا. بجي بختار الشكل الخارجي الكبير وبختار تعبئة متدرجة، بجي بختار اللون الأول ألوان إضافية أو اختيار لون عفوا، وبجي بحدد لحتى أنا أعمل عملية شفط للون. أيضا بجي بختار اللون الثاني وبختار أداة اختيار لون أو شفاط الألوان، وبختار اللون الكاشف. وبنرجع إلى النوع خطي وبتختار أحد الاتجاهات وليكن معانا بهذا الشكل. طبعا هذا هو اللون القاتم وهذا هو اللون الكاشف مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أحباب. بحدد الرسمتين مع بعضهم البعض وبختار كنترول زائد جي من الكيبورد لحتى نعمل إيش؟ نعمل تجميع. خلنا نصغر كمان المساحة شوي وليكن معانا بهذا الشكل. تمام، الآن بتوجه إلى إدراج من أشكال. رح نختار الدائرة وبضغط على مفتاح طبعا الكنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لحتى أرسم دائرة بمساحة معينة. بختار الألهام يكون عندي إياها بدون إطار، ومن محاذاة بختار إلى الوسط وإلى المنتصف تماما. رح نركب الشكل يكون على الزاوية تماما أو على تماس مع الدائرة تماما. أيضا بتوجه إلى إدراج ومن أشكال بنختار خط المستقيم، بنكر مع السحب وانا ضغط على مفتاح الشيفت لحتى ارسم خط مستقيم تماما. بختار الالو لون اسود لحتى يتميز معي، وبختار الالو سماكة معينة وليكن بهذه السماكة. بعمل كنترول زائد دي اي تكرار لمين؟ للقطع المستقيمة. وبتوجه الى خصائص، ومن الحجم عندي استدارة بجعلها بمقدار 60 درجة. الان الملاحظة، اذا انا جعلت الاستدارات بمقدار 60 درجة فرح احصل على 6 من الاشكال الانفوغراف. اذا حبيت يكون عندك 8 ممكن تجعل الاستدارات بمقدار 45 درجة فقط لا غير. أنا كنت مشتغل نموذج على 45 درجة والآن رح أشتغل على 60 درجة. تمام، الآن بجي بنكر مع السحب وبجعل القطعة المستقيمة بتمر من المركز تماما. بختار منها كنترول زائد دي وبتوجه إلى انعكاس وبختار انعكاس أفقي ليكون بالجهة المقابلة تماما أيضا بهذا الشكل. ممتاز، الآن بجي بختار الرسم اللي أنا قمت بإنشائه وبختار منها كنترول زائد دي وبتوجه إلى الاستدارة وبختار بمقدار أيضا 60 درجة. تمام، وبجي بنكر مع سحب لحتى أموضع على القطعة المستقيمة ويكون الترويسة على تماس مع الدائرة تماما. بختار أيضا كنترول زائد دي وبجي بختار انعكاس عمودي ليكون بالجهة المقابلة تماما. أيضا بجي بختار هذا الشكل كنترول زائد دي وبختار منه انعكاس عمودي وبسحبه إلى الجهة المقابلة بالضبط. هذا الشكل بختار كنترول زائد دي وبختار منه استدارة أو انعكاس أفقي وبنسحبه أيضا إلى الجهة المقابلة. هذا الشكل بختار كنترول زائد دي وبنختار انعكاس أفقي وبسحبه أيضا إلى الجهة المقابلة تماما. ممتاز، بعد ما استعملنا بالدائرة لتموضع رؤوس الأشكال عليها وعندي القطع المستقيمة لحتى نحدد مقدار التفاف الأشكال، تمام أقوم بإزالة الدائرة مع الأشكال المستقيمة، ما بقيت أيضا محتاجهم نهائيا. كل ما هو مطلوب لنا الآن نوزع الفقرات وأيضا نوزع عناصر الإنفوغراف على هذه الرسوميات. الآن فينا نحدد الأشكال، إذا حبينا نعدل بمساحتها بعض الشيء كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب أيضا ومنكبر حسب النصوص اللي أنت عندك إياها وحسب فراغ العمل اللي أنت شغال عليه. ما عندك مشكلة بهذا الموضوع، بتكبر وبتصغر بالطريقة يلي بتناسبك. الآن رح نقوم بتعديل الألوان للأشكال، إذا حبيت تغير الأشكال أو تركها على لون واحد ما عندك مشكلة بالموضوع. هذا اللون الغامق بختار اختيار اللون وبجي بنكر على اللون، وبجي على اللون الكاشف أيضا بنفس الطريقة من اختيار اللون بختار اللون الكاشف. الآن إذا حبينا نحدد كل هذه الأشكال مع النصوص وبختار كنترول زائد جي ومنكبر ومنصغر رسمتنا بالطريقة يلي بتناسبنا طبعا مع الأيقونات والنصوص. رح نسحبها للأعلى شوي. تمام، طبعا برجع بلغي بالكنترول شيفت طبعا مع حرف الجيم، وبجي فقط على الشكل الداخلي أو الشكل اللي هو بالأسفل، ومن تأثيرات بنختار انعكاس وبختار أحد أشكال الانعكاس لحتى يعطيني الميرور. تمام، وبجي بختار ضبابية. تمام، وعندي الحجم إذا حبينا نكبر أو نصغر الحجم، وأيضا عنا المسافة لكن رح نقلل شفية شوي عشان يبان معانا الشكل تماما، وهذا الحجم رح نقلله كمان شوي. تمام، رح نتعلم كيف نرسم الظل. نتوجه إلى أدراج ومن أشكال بنختار الشكل البيضاوي وبنكر مع السحب
وبختار لألو يكون عندي بدون خط رسم وتعبئة متدرجة. اللون الأول بنختاره لون أسود، والثاني يكون عندي من لون العائلة اللوني أو من لون البيئة رح تنوجد فيها الدائرة، وليكن عندي هذا اللون. بختار النوع يكون عندي مسار، بسحب اللون الأسود يكون عندي من الداخل، واللون الخارجي طبعا هو اللون البيئة المحيطة بجعله شفاف بنسبة 100%. كنترول زد، تمام، عفوا، بختار اللون الخارجي يكون عندي شفاف نسبة 100%. وانت بتتحكم باللون الداخلي، يعني اللون الأسود بتحب يكون شفاف، بتحب يكون لون أقل قتامة من اللون الأسود، وليكن معنا مثلا بهذا الشكل. كمان بعطي نقل إلى الخلفية، وبنقوم بتعريض الظل حسب طبيعة وحجم الرسمة يلي هي متواجدة عنا. ولو شغلنا شريحتنا رح نشوف أننا حصلنا على رسمة انفوجراف احترافية لعرض الأفكار، أو 6 فقرات أو 6 اختيارات بطريقة جدا جميلة في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أتمنى منكم إذا عجبكم هذا المحتوى التفاعل والدعم، وأيضا رابط ملف رح يكون متاح لكم بوصف هذا الفيديو لحتى نقوم بكامل واجبكم ونخدمكم على العين والرأس. ألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.